يوم من هاليوم نشيبوك من هاليوم من الأربعاء الثاني من كل شهر هاي نشيبان تصرف ديون وحلطها بتكسيبات بتوح اللي موجدت عندنا بس عشان شهاب ما يتأخرش يعني وده في إمكانية نبدأ بالبركة بالأول بالبارك تبع لا أخبات لا مش ليش العادة العكس بس إذا مش إذا فيش عندكم مشكلة كان أسمع شغلات ثانية ما فيش مشكلة ما فيش عندنا ولا مشكلة أول شيء في عنا التكسيفين اللي وصل فيه تكسيفين من إسرادة شكون من مفعلة بايس ومن إسرادة حنوك مسرادش يكون وصلنا 650 ألف اللي هم مقسمين لقسمين 590 للأولام سبورت و 60 ألف للمتناس للصورخ الشيكوتسيم اللي موجود فيه الأولام سبورت في كيفون إنه الأرضية تكون باركيت حلف من الأشياء اللي بدها تتجدد وأرضية باركيت كلكم تعرفوا شو معناها أرضية باركيت معناته يعني عالم ثاني بالنسبة للي بدي لعبه على الملعب هذا بالإضافة إلى هربيت كونيما اللي بدها تنعمل اللي موجودة فيه واللي إحنا صلنا مدة صلنا بعدين ما تسيوه طبعا صلنا مدة عشان إيش لازم يكون 100% لما مختبين شو رح نسوي جوا ولا نعم لا لا ليش مقابل كان تعطيك بس لا مثلا في يعني بين باركيت إذا في فرق بين باركيت وبين بي في سي يوكراتي يعني كنش أحسن ممتاز إذا ما في لا ما هو فيش عنده فيش مشكلة فيش مشكلة إذا التكسيك يسبيك لخا فين شو بايا لا ما لو مختبين إنه باركيت أو إيش تاني في بي في سي إيش بالتكسيك إيش بالتكسيك ذكر اسكندر وصحيح يعني كده هاي اللي بعدات الحنوك بعدات سبورت تروح لهناك تفحص تشوف تنطل العروض اللي بتشوفها سيناتهم وبادفات يفوتوا مع بعض التعبين بجهزه بجهزه خلص كان لازم خلص زي وكمان ومين يعمل امدان لهذا المخرج لهذا المصاري انا مهندس يا عمي من مجلس ومالك انت وين سوي الجبران انت سوي الجبران هاي الشغله انتهت من برا ابو ماهر انا في شغله بس رايح يحطوا امدان نعرف بالضبط التقرير يعني وكل بعدات سبورت او اللي بده يكون بيعرف هذا الشغل يروح يحط شو بدنا نعمل وبعدين نشتغل بدناش نعمل شغلات اللي نرجع نفس الغلطه اللي نعمل 210,000 شيكل هون في مالك في تيكن معين للميجراشيم عن الشيكل اكيد في تيكن وممكن شيء اللي في تيكن انا بعرف جبران توما بدون ذكر اسامي لا مش شيء يعني انه سيب هذا الموضوع كذا بيشتغل بلام سبورت وبيعرف بس طلع تنزل مخراز هو لو كشغل تكنولوجي انا بدك تاخذ لا هو بس بتاخذ واحد بس يعني اذا بصير يعني كمان مخراز يكون رسمي يكون الزلم يقدم ما تقدرش اليوم زيت اسامي انت كيف بدك بدنا فلان معناته لا اكيد بحرق وين تاخذ بعدات مخرزين هذا المصاري او شراء اليوم وين تكون بس اليوم بتطلع انت التكتيك يعني انه احنا مأشرين من هذا التبع بدنا نشتغل عليه أول شيء بدنا زي ما اقترحت تروح بعدات سبورت مع 3-4 البيع شو لازم يعملوا ما نحوس بخلال أي امدان نحط شو بدنا نحط بعدين نتقدم خلال شهر بتقدر تشتغل هذا الشلاف المقدمي عشان خلاله احنا صار زمان ما خدناه قبل يعني شي شهرين احنا زمان ما خدناش قال لي في عندنا بعد ريزيرف احنا لحد 550-600 انا قلت له يعني اذا بتقدر تصل 550,000 تحتاجه من المتناس فيش تخلون فيش امدان فيش اشي هذول اللي كانوا عندهم يعني حقنا حالنا الحق فيه للسنين ما فيش اشي متخلان وحتى لازم نعمل مع اجتماع روح انا ووسام لعنده صار له جمعتين يتفش او صار له اكثر من شهر يعني فكر انه شهر جاي مجبور نعمل جلسه كل ما في الامر هو بكيش قصدي بزمنه لانه حلال فيش عندنا تخلون قالوا طب اوكي ابعثوا لي
مكتوب اللي بتقولوا فيه الامدان تبعكم هو بعرق 600 بده شيء اللي يقول انه في ممكن يعني كمان لقدام اذا احتجنا قول له فينا ما ندخل الى داخل بالنسبه ل في عندنا كمان وصلت من زمان احنا الصخيف حتى يعني نترعنين لانه هون موجوده عندنا مبلغ 1,514,000 لا بنيجي عليهم واحد واحد هسه انا بس انا صرت اوكي كيف بدكم لا قول يعني اوكي مع في عندنا المبالغ التكسيفيه الفتوح من مصراد الشيكون ب 650,000 اللي هن ميعادات للمتناس وللاولام سبورت في حدا عنده اعتراض عليهم انه نحطهم مين مع انه نحطهم باليعود تبعهم بس اللي انا بس سؤال واحد بقول اكيد انه احنا ضل عندنا اكس مصاري من المصاري بدناش نعبيره ثاني مكان هاي بدناش تاخذ على بس يعني انت اليوم بالاولام سبورت والمتناس انت تحتاج 1,500,000 شيء ضرور صدق فرح ظل شيء راح بدنا وفرق بدنا بس هذول مش بيغاد لا هذول سنه 2013 قال لك حاتم هذول المصاري تكسيب لسنه 2013 معنا سنه 2014 بقول جديد هذول احنا اليوم اخذنا 650,000 يمكن بكره ناخذ اخرى 1,000,000 بتضل بالاولام بكيتها هون اذا احنا قديش ممكن نعتز بالاولام ولا ذاك هل بالمليون او من هذول ال 650,000 هل احنا بنقدر نعبير شيء لشيء ثاني؟ لا بس ميعاد هذا هاي كصفين ميعادين بتشوفوا تصفر محل ثاني انا قريتها باللازم اوكي طيب يلا اتكل على الله الموضوع الثاني هو موضوع الجنيه البديل بالفترة الأخيرة بآخر يومين اللي فهمته أنا من حاتم إنه في عنا مكتوب موافقة من المطران الخميس الماضي كنت أنا وسام دحبور كان معنا من الوقف خليل المعلم يوسف الغبريس وإلي العبد والخوري كنا عند المطران الجديد موسى الحاج قلنا له شو الوضع إحنا بالنسبة معليا بالنسبة للجنيه كنا فاهمين إنه كل سنة قدرة قادر كان يخسر 200,000 250,000 ما حداش بيعرف كيف هذا اللي بيحكيه على قليل أسامة مطار إنه الهخنساء إقبال المصروف كانت تخسر 150,000 أو 200,000 كان بلش 350 نزل 200-250 ما حداش بيعرف قديش الحقيقة طبعا هون الوقف مش مستعد يتحمل هاي الشغلة ولا الكنيسة بس طلب منا زي ما حكينا ذيك مرة إن المجلس يأخذ الجنيه اللي موجودات في الجنيه تبع السيدة احنا قدمنا طلب من اول السنة بشهر 11 لأرنا سمحون وافقت انه المجلس ضمن له اللي صار انه صار في معطلة كنا كمان قبل شهر ونص كمان معنا كان جوني وفراس ونفس اللجنة تبع الوقت كنا عند شقور ما كانش بوقت يطلع مكتوب انه بتنازل هذا مد شهر حاليا وصلنا مكتوب من الوزارة بتقول هيك غير لأشير كبلاك بكشتخيم لاتخاذ جانية روم قواء السيدي نمرة كذا كذا ومعيد أخرون لاتخاذ تقنية لبشانية كذا كذا 31/12/2013 اللي فيه كاف لوني تالي فتوح تقنية بشانال انه خخيط بعليخ ملاقيش بكشال شانال بقى السا اللي صار احنا فكرنا انه نفتح الجانيب اول واحد اساس يكسب وقال المعلومات سنة فيتر المطران او المطرانية ما كانوش يعطونا الموافقة بالاول حتى اورنا كانت بتقول فيش حاجة المكتوب هذا بس بعدين انتبهنا شغل واحد احنا اذا فيش المكتوب نطران انه بدي اجرنا المحل هناك معناته ممكن بقى لحظة عملنا شغلة ظل يمد الاسبوع الماضي اتفقنا انه طلع لنا مكتوب انه متنازل عن الجانين بعطينا اياه هون مفروض انه المكتوب هذا وصل موجود مع القور احنا لحد هسه ما شفناهوش بس الواحد بيقول انه المكتوب موجود وممكن ناخذه وانت مكان خلال جمعة الجاية بحلوها ناخذ المكتوب احنا نقدم للوزارة ولأورنا انه معانا المكتوب هذا وبدنا ننقل نعمل الجنيه ناخذ لنا المفروض انه نفوت احنا باول 9 اذا بنقدر ناخذهم قبل ويكون احسن سواء شيء بأثر عندنا نقطة جوا احنا بشهر واحد نقول البيتك بقول من واحد في المعلومات بفوتوا بشهر واحد بكسبوا سنة بيتك بالوزارة بالنتائج انه لو مش بقدش بشهر واحد شو اللي عم بصير معنا بفوتوا بواحد 9 العادي كون عود احنا موجودين غاد ما بنيناش بضلوا نفس اثنين احنا مستأجر والمعلومات بكونوا معلومات اشتغلوا بالوزارة يعني تصورين سنة بيتك
لما بنقله على المحل الاساسي اللي احنا بدنا نعمر وين الدنيم بعتها بيكون له شبوس صغير شغله بفوتوا جزء من المعلم فيه ولا شيء. خطر انه كمان سنة الجاي لو ما اخذنا هونيش الوزاره تسكر تعطيش ولا حد التكسير. انت يعني بتعطي شانس اوبتيا انه هذول المعلمات يفوتوا، اما فيش عندك ولا اي كفال انه هذول المعلمات يفوتوا جوه ال احنا هي ورنا بتقول احنا بنجرب واللي مفتش اسمه عواطف عطافه اللي هو احنا بنجرب قديش ممكن ندعم انه هذول المعلمات انه نوصل لهم كذا سنه نعطيهم بيتك ونشفيت سوتا. عندنا طبعا عنده كله. كيف تم الاتفاق مع استئجار يعني معي. بعد ما فيش حزي ايجار واستئجار بس هم اللي بتأجر هون انه الوقف مش المطرانية واحنا نعمود على زي انه الوقف الاجر مش المطرانية انه بالاول والاخير الدخل لازم يضل هون. كان في شغلات ثانية كمان يعني بالجلسة انه ليش الدخل بفوت هون اللي بفوت هناك صار بدنا 3% من كل الدخل تبع الوقف بعرفش كيف بتصفي مشكلة وقف يعني مش مشكلتنا احنا بس احنا راح نحاول نعمل الحزب بيننا وبين الوقف لانه قانونيا ما ينفعش. ليه؟ قانونيا مطرده بس بتعرف بصير يعني بالاخر بصير انه احنا نعمل وقف مع الوقف لما ندخل له حل بشكل او باخر انه يكون عندنا جانب واحد لانه اول شيء مشان ما نخسرش، ثانيا نقدر بحسب عدد الطلاب من طالب لتوسيع جان اكثر وهذا الشيء يفكر المجلس لازم يتوجه لهي المرة المسؤولة ونحل هذا الاشكال يعني هذا الاشكال لازم يتحل. جلسة ابو فادي انه احنا حكينا مع المرة قلنا لها كذا كذا هي بتقول اذا بتضمننا محل شغلنا تشتغل تكون معلمة مش عندها مشكلة تسكر. بقدرش اضمن لها يعني انا مش وزارة تيجي مثلا باخذ افتحها من اورنا انه مار جورج تكون مش بيتسر باجي بقول له انت مش بيتسر بس مش عندها جارانتي زي ما حكى على المعلومات الثانيه هذا الموضوع تماما بس الامكانيه طلع في امكانيه كمان وارده الامكانيه الوارده انه انت تيجي تعمل نفس الازدار معها وتستاجر الجان تبعها لسنه سنتين كمان في امكانيه وتسعدك شوفات بس هاي كمان اول شيء بدك تكون هاي شيء براتيه مش لا وقف ولا ايش تروح تحكي معه انه هاي مقابل هاي هي بتقول لنا بتروح ولا ثاني بالخلاف اذا وصلت انا بقول كان اصلا كله غلط انه المجلس المحلي يعطي رخصه لاقامه كان جديد في معي هذا انا بديش ارجع للماضي بدناش نرجع للماضي احنا نصلح احنا ما نصلح احنا انا اقول لك مش بدناش نقطع رزق ولا حدا ولا احنا بايد السلطه المحليه في كمان امكانيه سلاح في سلاح بشكل يعني بشكل واضح يصير هيك في حالتنا انت بدك تعمر راح نتوجه لك كمان مره ماذا؟ اذا بنقدر نصل مع قديش تصل مع الاتفاق اذا ما اتصل ايش بدك تشكر انت ارفع ايدك طبعا هيك طبعا يعني مين بعد انه الشنيغاني من بنوا في المنطقه اللي من ناحيه تخمين بس مين المتخمنين؟ المتخمنين صاروا مضغوطين للتخمين لا مين المتخمنين عندنا؟ تعرف مين تخنيه وقتها؟ باجي انا تخنيه انا خلوت شاب يعني انا تخنيت لباجي سنك وقتها بالقنيم وبدي اجيب بس مرتين من التخنيه انت مين دول؟ مش خوف بس صفر لا الصراحه انت تخنيه شيء ثاني هناك 27000 تعملها مكتب انا اذا شاب انا شفت ايش؟ هو اللي بيحكي روح المخراج 72000 شيء على اساس شنيه قنيم هسه لما صار التخنون على ثلاث قنيم أخذ قدم على تسيفة 27000 شيكل تخنون هاي معوش الشور ولا من واحد فيها بس من إليها ثلاث جنين 100000 ليه تخنون لا راحوا بتخنون شني جنين قالوا لهم إحنا قلنا لكم تتخنينوش لشا جنين تكسيب لشني جنين ارجعوا جيبونا تخنون لثلاث جنين أوكي التخنون الجديد اللي انعمل لثلاث جنيم 27000 شيكل في عليه تسافة 27000 شيكل اللي يمكن بين الشهور ولا اخذتوا على التعاقد من التخنين ثاني ولا بس سؤال معلش اخذتوا على التعاقد من التخنين ثاني لا طبعا لما بالبدايه لما هو بده يشتغل كان فيها تصاعد محير هو طبعا بس بالمخرج ما كانش واضح انه على اثنين يعني ولا ثلاثه اكيد يكون واضح تخنون بلغ مجبور يكون بلغ شو كان مكتوب بلغ
بلا كان في إن حكى وقتها إنه ال الشهور الأدريخالي هو اللي ثلاث جنيم ما أدري إيش تحطوا فيه بتسوى على شنو ثلاثة ولا كان البروجرام كانت على ثلاثة أدري إيش تحطوا تكتب على اثنين فاز ما نقدرش نقدم على الثالث الوارد سبعة وعشرين نقدرش قد يفضل سبعة وعشرين على الثالث لا بس نرى لي يعني المحير قد جالديوز يعني هذاك كل هذاك كل جاه 200 متر لازم نرجع للبعده هذاك كل جاه 200 متر هذاك كل جاه كل جاه قد مساحته 250 متر هذه خلوت يعني 120 ساعه معك نساء 2012 من على فايز اللي عمله شهاب موجود معنا أمدان هون اللي توزع هسا الأمدان هو 416 ألف شيكل الإفشاريات اللي موجودة هو إحنا صرخين لهيتكنيس ل 300 ألف أو صرخين لباكيج تصيف التكسيب هذا بتعلق بالنهاية بالإفشاريات أو بالإمكانيات اللي موجودة عندنا من خلال التكسيب ممكن نعمل بمرحلتين ممكن العمل بمرحلتين السؤال اذا عملي انك تعمله بمرحلتين وشو بدك تعمل بمرحلتين انا ضيفه يعيد بس تمشوا معي دقيقه واحده بس دقيقه بدون ما حدا يذاكي عشان دقيقه بتاكل ساعتها كل واحد خليلي واحده بس اذا تمشوا معي بالترتيب دقيقه بتاكل خليني لحظه للتوضيح امبارح اول امبارح كان في سمعه من قسم دار شوفان انه هاي الارض في عليها مخلوقه هاي الارض الا مثل المجلس طبعا انه كان في التباس يعني الموضوع كان في قسيمة معينة نمرة 65 صارت 68 مش مهم يعني بالضبط او 67 صارت 70 صار في كأنه زي التباس انه هاي الارض لدار الشوفانة ممنوع المجلس يقيم عليها البارك هذا اليوم وصلنا الحكي هذا احنا اليوم اتصلنا بلازم نتصل انطون جاب قسائم للمجلس لليوم اللي فيش عليها ولا اي اعتراض ولا من حدا ولا بمتش ولا حدا بالصلة بس انتم مش راح يكون اي قسائم وين صار الغلط احنا اليوم واصلين لوضع انه هاي الارض للمجلس فيش عليها اعتراض من حدا ولون قاعت ولا حدا بس بقول لكم اي قسائم واي مساحة وشو المساكنين اللي اخذوه دار الشوفانة ولا باي شكل يعني المجلس اليوم بسمح ولا اي مجلس بسمح يقيم شغل اللي هي للمجلس على ارض فراتير يعني بالاول الاخير هي خساره للمجلس بيجي صاحب الارض بقول لك قيمني يعني هذول معلوم انا قلت لا اذا الارض هاي اثبتت للمجلس انا للمجلس مش للمجلس ما كناش نعمل عليها شيء القسائم تبع دار الشوفان انه قسائم دار الشوفان مسجلات باسمهم فيش عليهم اعتراض من حدا في علينا مسالبين سوفي حلوط هذول وارض المجلس هي ارض المجلس هسه انطون بفرجيكم بالضبط والقسائم حتى القسائم اللي عليها للمجلس بعيد عن أرض دار الشوفان في بنات شارح مش شراكي معا في قسم من الأرض من حكوت اللي للمجلس فيها في إله السدس هاي مش مقرب عليها خمس أسداس الحكم فيها لدار الشوفان والسدس للمجلس ومضبوط استنى شوي في التباس يعني النمرة 68 كانت 68 رجعت 68 للمجلس نمرة 55 سموها 68 لا عم بتفضل سبشرحها طبعاً موجودات خسائم هيك المجلس اللي بتبني عليه هي منطقة خضراء بيعيدك يعني من زمان 200 وشي هي قسيمة 68 هون يوم سوفيت 68 هاي اللي بتبني عليها المجلس في 69 يعني ممكن يصلق إشي بسيط بس اتركوها الأساس البارك هو على 68 قسائم انتبهوا لقسائم دار الشوفان اللي هي اسمنا نحكي عنها هي 88 70 بس كان الاول 55 هسه بنجيب هسه هون بعثوا المكتوب هي حكوت 55 هسه هون بعثوا
فهمني؟ 78 لما أنا بعده مكتوب بقوله يا عمي أنت لك تبنوا بار كتير ولك تبنوا بارك على قسائم 68 و69 ببلوك 18600 دولار دولاري هني عايش اعتمدوا يعني إحنا ما أنت يعني فاهمين إنه صار في يعني غلط بتوبلي هني مع إذا بتفتحوا الصفحة الثالثة يعني بعد الخريطة وبعد المكتوب تبعه بيجي الصفحة لا الثالثة هاي اللي تبقوها هاي إنه عايش اعتمدوا لما أخذوا المساكين الرابعة هذا المساكين المساكين بقول إنه بناء على صوت يعني إذا نقرأ المساكين هنستدين المشروع مع الدولة المهم إنه إحنا الشباب بقول على صوت مسمخين تاب واحد تاب اثنين إني موريلي تكنت لوحة صغيرة لكبر الشوم كيان أحير بليرشوك خمس أسداس حلاكين جلح الكوت 68 ب 69 واحد بيقول 18631 من أدمود كفار ميليا بشيف عزبون شكر الشديد شوف مكتوب هون 68 و 69 نقلب على الصفحة اللي بعدها هاي إحنا جبناها اليوم خصوصي يعني عشان يكون شيء غلط هاي الأرقام يعني بالطابو معروف إنه أرقام هاي كانت أرقام زمنية بشلاب مسويام أخذت نمرة صوفية فإحنا جبنا الشور من الطابو من التسوي متأثر إنه قسيمة 68 مسبار يعني إحنا قلبنا أوكي 68 شو صارت 88 69 واحد شو صارت 70 نقلب الصفحة اللي بعدها نلاقي إنه ال 68 اللي صارت 88 عايز مين حسب اللي بسكي خمس أزلاز دار الشوفاني سدس لأبو تروبوس نكسيني والقسيم الثاني اللي إله اللي هي 69 على 1 اللي صارت 70 نقلب الناسح اللي بعده نلاقي إنه قسيمي 70 33 متري مش محل يعني هاي نفس الشيء خمس أزلاز دار الشوفاني نيجي الورقة اللي بعدها إحنا أطلعنا إحنا بدنا نعمل على 68 اللي هي هاي هاي مسبار صوفي كان رقمه إشي ثاني مجلس بس اليوم 68 هي بعلوت المجلس يعني 68 و 69 واحد اللي كانت لدار شوفاني هاي كانت أرقام مؤقتة أخذت أرقام ثانية وتسجلت على اسمه ف 68 على اسم المجلس و 69 يعني حتى نفير أكثر أصلا 69 كثير ناس دار حديد ما لاش علاقة دار شوفاني بالموضوع يعني الخربطة كانت إنه هني لبسها كتير مكتوب 68 و 69 واحد ما انتبهوا إنه هاي أرقام زمنية وعمليا صار لها أرقام صوفية وطوبت على اسمه يعني صارت مطوبة على اسمه ما فيش علاقة يعني.